دونكي كونغ من الشخصيات الثقيلة في هذه اللعبة اللي ما تموت أبدا، ويستخدم هذا الوقت اللي يعيش فيه على أنه يجمع ريج ويقدر يمسحك بواحدة من كومبواته القوية أو حتى السترنجات اللي ممكن تمسح ستوك في لحظة. فبكل شخصية بسيطة تحتاج فقط أوبنينج واحد عشان تاخذ إنسين أماونت أوف دامج أو تاخذ ستوك. أول شيء أبغى أتكلم عن النوتشرال حق دونكي كونغ. طبعا النوتشرال حق دونكي كونغ مرة سيمبل، مرة بسيط. في العادة يعني بيكون سيمبل ميكس بينك تسوي داشينج بعدين تركب تسوي داش تاك وبعدين تكمل الكومبو جيم حقه. طبعا داش تاك تكمل النير، المفروض ريفرس باكير لو قدرت تجيبها يا رب، يس، او انه يركض يجي يمسك، بعدين اذا مسك طبعا انت يعني يو ار ان وورلد اوف بين، حيفجرك فعليا. هذه السيمبل يت افكتيف جيم بلان دي دونكي كونغ، داشينج ويستنى لك لحظه تغلط فيها بعدين يجي يمسك، بعدين يفجرك ويسوي لك اب ايرز الى الابد، كومبوز سترينجز دامج الى يوم الدين. فعليا هذا اكثر شيء. وطبعا يعني احيانا اذا ما كان عنده اوبشنز اذا يبغى يلعب على في السماء، طبعا صديقتك راح تكون باكير حق دونكي كونغ، تسوي اثنتين منها في الشورت هوب، تقدر تسوي في الفول هوب، يعني في الفول هوب وتنازل ثلاثه تقريبا، يعني تسوي اثنتين وتسوي جمب وتسوي ثلاثه، عندك تسوي ثلاثه فعليا، تقدر تسوي كومبو باكير انت باكير في اللي هي سويت اذا البرسنت يعني الريج كفايس تقريبا زي كذا، ما يقدر يسوي شيء الا اذا كان عنده اوبشن سريع فريمون او شيء. يعني فعليا باكير في السماء تقدر تمشي باكيرات واللي قدامك عنده يعني اوبشنز مره ممتازه، بس لازم يقراها. عندك مره اوبشنز كثير، انت طبعا تقدر تسوي باكير تنزل تمسك، يعني بس سمبلي انف النوتشر حق دونكي كونغ يستنى اللحظه اللي يقدر يلمسك فيها لمسه، ايذر داش اتاك ويسوي لك حفله حقته هذه ميك اوف ستيج ويذبحك، او انه يمسك ويعطيك انسين اماونت اوف دامج يذبحك. فعليا هذا هو النوتشر حق الشخصيه. في احيانا يعني اذا يبغى يبطئ اللعب دونكي كونغ عنده طرق يبطئ فيها اللعب، انه يبدا يشحن الدي كي بانش حقته اللي تنقص مليون، ما حتى اقول، وتذبح انسان لايرلي. فهذا الاوبشن يخلي اللي قدامك يخاف بحيث انه يقدر يتقدم عليك، فانت تقدر تسوي البيت ان بانش حقك زي ما انت تبغى، يعني لان العاده كل العالم تنحاش منك، فا اوه نايس تنحاش مني تعال انزل لي يلا بقى عشان الليمت حقي، بعدين تعطيه انك تخرشه بضربه او انك ترجع تطق باكيرات او تخرج ام داش تاك او داش كراب. فعليا سمبل انف لازم تخلي اللي قدامك يخاف بحيث انه يطيح في احد الترابات حقتك، اذر بالمسكه او بال شو اسمه هذا بالداش تاك. فهذا هو بيسك النوتش حق الشخصيه. لا تنسى تستخدم باكير، ترى باكير مره كويسه تلعب بشخصيه. اوكي الكومبو جيم حقه، كومبو جيم حق دونكي كونغ تقريبا ستري هيتس انتو ايتش اذر، بس خلينا نتكلم عن السمبلست اللي هي من الجراب. سويت كارغو ثرو الى اب اير، طبعا هذه كارغو ثرو اللي هو الكارغو ثرو طبعا اللي هو تمسك وتسوي قدام بعدين تسوي اب بعدين ترمي اب ثرو، هذا اسهل كومبوس. وقعد محط امه باب اير لان ترى انفنسبل عنده، ممكن اذا انت تبغى تكون فانسي ترميه وتسوي نير وتسوي باك اير، هذا كومبو ممكن تسويه. ممكن تسوي كارغو ثرو اب اير باكير اوكي وتر ازوي فاست فول بس داش اتاك داون اير اذا تبغى في ال يعني شوف انا بس ضغطت كم زر صار طاقته 93. فعليا هذا الكومبو حقته من الداش اتاك، ممكن تسوي باكير داش اتاك او ممكن تسوي نير طبعا مثلا مو ترو، اذا سريع كفايه ممكن تسوي باكير او تسوي ريفرس نير اكشلي. فعليا يعني يوز يور ايماجينيشن، الشخصيه فعليا عندها يعني لان الداش اتاك برضو اذا كثرت البرسنت شوي بيصير يطير زياده انك تقدر تسوي اب اير اذا تبغى، يا تبي تقدر تدق الجيم حق كل نصاب. فيعني يوز يور ايماجينيشن اذا في لاند ديس موفز. اخر واحده والكونفيرم الاخير اللي ممكن نتكلم عنه اللي هو الداون بي من الحركات الممتازه مره، لانك تسويها تقريبا فيرتشولي نو لاج،
انت تشبك في الاخير الى الاب سماش اللي هي طبعا ما يحتاج اتكلم عن الاب سماش حق دونكي كونغ من انصب الاشياء او ابتلت بعد تنفع تكلم عن تبغى بالايرلي بيرسنت تسوي انتجراب بعدين تسوي الحفله اللي سويتها قبل تسوي ابتلت اذا هو قد فوقك في الليت بيرسنت طبعا whatever تبغى تسوي most probably حتسوي most probably حتسوي اب سماش هذه الكومبوات حق الشخصية فلا تخاف من انك تحاول تجرب اشياء جديدة لان فعليا 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 الكاركتر قوته انه من ستري هيتس يقدر يسوي كومبوز ما حد يتخيلها بعدين بتموت وان انتراكشن فعليا هذا لعبك بالشخصية اخر شيء نقطة ضعف الشخصية نقطة ضعف الشخصية انه كومبو فولد ديزادفانتج سيت حقه جدا جدا سيء فعليا ياكل كومبوز للابد اذا دخلت عليه اذا قدرت تضربه ضربه اضربه الى الابد لا تخليه يتنفس لانه ما قدر يتنفس فعليا ان الارداش حقته فريم 4 والجمبات حقته مو كويسه اصلا وهو عملاق فانت ما حط فيه لين تزهق تعطي دمج مره عالي وحاول انك تبني اوف ستيج لان الكفري حقته فيرتيكالي زباله فعليا ما قدر يسوي يدوخ ويموت الاهبل او حتى في عندنا الهوريزونتال مرة كويسة لكن في مشكلة مرة كبيرة انه هو تارجت مرة كبير وما عنده مكسر كثيرة فهو فعليا تقول سبايك ببلاش ففعليا هذا هو شخصية بس انتبه انتبه لازم 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 اذا ضربته 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 لازم تخلص الستوك ولا بينزل عليك وبيمحي ستوكك باي واحدة من ضربات النصابة شكرا لفرجتوا على الفيديو وشوفكم الفيديوهات الجاية.